نروح بقى لمشوار الاهلي في افريقيا، واحنا يمكن على مدار الاسبوع قدمنا لحضراتكم كده فيديوغرافس عن مشوار الاهلي مع الفرق اللي وقعتنا يعني وقعنا معاهم في نفس المجموعه، سواء كان فيتا كلوب الكونغولي او كان المريخ السوداني، والاثنين الحقيقه يمكن كانت المواجهات مع الاهلي في بطولات سابقه في مصلحه النادي الاهلي. كتير من الناس يعني ببساطه شديده جدا بتعتقد انه فيتا كلوب هو المنافس الاقوى للنادي الاهلي في المجموعه، وده كلام ممكن يكون قريب جدا من الحقيقه، لكن ابدا مش ممكن تستهين بقدرات المريخ السوداني. والحقيقه النهارده كمان وقبل ما نعرض لحضراتكم فيديوغراف عن مواجهات الاهلي مع سيمبا اللي كتير من الجمهور بين قوسين بيعتقد انه ممكن يكون الفرقه او الحلقه الاضعف في المجموعه، خليني اقول لحضراتكم انه ده مش صحيح، لانه تاريخ مواجهات الاهلي مع الانديه التنزانيه في العموم يمكن يصب في مصلحه الاهلي، لكن مع سيمبا تحديدا المواجهه فيها تعادل في كفتي الفرقتين سواء الاهلي او سيمبا التنزاني، اربع مواجهات اثنين قدر الاهلي يحسمهم لصالحه، منهم واحده في النسخه الاخيره من دوري ابطال افريقيا النسخه اللي فاتت، واثنين كانوا في صالح سيمبا التنزاني. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مرتقبة أمام فريق سيمبا التنزاني ضمن مرحلة المجموعات بدور أبطال إفريقيا في نسخته الحالية بحسب ما أسفرت عنه القرعة التي أجراها الكاف في القاهرة، وأوقعت هذا الثنائي بالمجموعة الأولى رفقة ناديي المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي. والتقى حامل لقب النسخة الماضية وبطل القرن في القارة السمراء مع سيمبا التنزاني من قبل في أربع مباريات، فاز الأهلي في اثنتين وخسر في اثنتين ولا وجود لنتيجة التعادل. ونجح الأهلي في زيارة شباك سيمبا في ثمان مناسبات واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، وحافظ الفريق الأحمر على نظافة شباكه في مواجهتين، فيما تمنعت شباك بطل تنزانيا على مهاجمي الفريق في مناسبة واحدة. نسخة 2019 من التشامبيونز ليج الإفريقي كانت شاهدة على أول مواجهة للأهلي أمام سيمبا في دور الأبطال، بالتحديد في الثاني من فبراير لعام 2019 على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن الجولة الثالثة لحساب منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دور أبطال إفريقيا، وتمكن الشياطين الحمر من تحقيق الفوز بخماسية نظيفة. افتتح عمرو السلية أهداف الفريق وأضاف علي معلول الهدف الثاني، وسجل جونيور أجايي الهدف الثالث، ونجح كريم وليد نيدفيد في تسجيل الهدفين الرابع والخامس. وجاءت المواجهة الثانية بين الفريقين في 12 من فبراير من العام ذاته، وانتهت المواجهة التي أقيمت على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام بخسارة الأهلي بهدف دون رد. كما تقابل الفريقان بعيدا عن دوري أبطال إفريقيا في عام 1985، وذلك في إطار منافسات البطولة القارية للأندية أبطال الكؤوس لحساب دور 16، وفاز أبناء قلعة الجزيرة في الذهاب بنتيجة 2-0 وخسر في الإياب بنتيجة 2-1. وتحمل مباراة الأهلي وسيمبا المقبلة في النسخة الجارية من دوري الأبطال الرقم 17 للأهلي أمام الفرق التنزانية على مدى مسيرته القارية بعدما خاض 16 مباراة، حيث فازت الكتيبة الحمراء في 10 مباريات وتعادلت في 3 مباريات وخسرت 3 مباريات. ويعتبر نادي يانج أفريكانز على رأس الفرق التنزانية وأولها التي التقت الأهلي بعدما واجه الأحمر في دوري أبطال إفريقيا نسخة 1982 وآخرها في نسخة 2014 من البطولة بمجموع 8 مباريات، حيث حقق الأهلي 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة واحدة. يمكن من حسن الحظ والتوفيق انه ما وقعناش في واحده من المجموعات الصعبه، يعني هي المجموعه الى حد ما سهله نسبيا، لكن خلي بال حضراتكم وعلى جماهير الاهلي برضو انها من دلوقتي تحط ده في الاعتبار، انت هتبتدي مشوار افريقيا
بعد ما ترجع ان شاء الله باذن الله من كاس العالم للانديه تدخل بقى في معترك العشره ان شاء الله تكون من نصيب الاهلي. وبالتالي كان مهم جدا انه يكون في يعني ماتشات تتصاعد تدريجيا حدتها وقوتها مع مشوار الاهلي في افريقيا. كان الله في عون طبعا مستر موسيماني اللي يمكن يكون محتاج فرقتين عشان يلعب كل البطولات دي، ويمكن شهر فبراير هيكون شهر عنيف جدا، لكن ان شاء الله رجاله الاهلي قدها وقدود.